الحلو انك انت ما حتعرف، لازم تجرب. لو انا بيبي مولود جديد حقول له انت شو بتحب تاكل، هو ما بيعرف شو طعم الفراوله، شو طعم الرز، شو طعم البيبسي، شو طعم الشوكولاته، هو ما بيعرف. لازم يجرب عشان يعرف. لما تجرب اكل تعرف شو الاكل اللي بتحبه، شو الاكل اللي بنصحك، شو الاكل اللي عندك منه حساسيه. فالإشي اللي بتحبه بتكتر منه، الإشي اللي بيضايقك تبعد عنه، والحياه نفس الإشي. جاري في مره ما عرفت تعرفه بيقول يو هاف تو تراي ديفرنت فود، لازم تجرب اكل مختلف بحياتك. كل ما فتحت لك فرصه جرب، كره قدم جرب، تكنولوجيا جرب، اداب جرب، حقوق جرب، جرب. انت اقرا عن الشغلات، عشان هيك القراءه عشان هيك قوه. فيك تاخذ كتاب تقرا عن اي شيء بدك اياه، موجود عمو جوجل. تعرف جوجل؟ عمو جوجل هذا كل شيء عليه، كل شيء. صاروا يتزوجوا على جوجل يا زلمه، كل شيء على جوجل، فايند وايف اون جوجل. مش معقول الموضوع، فكل شيء موجود على جوجل. ففيك تستعمله بطريقه جدا كويسه، فيك تستعمله بطريقه ثانيه. فجرب جرب جرب. وفي شغل قديش عمرك؟ 13. طريق طويل باذن الله. ولما تغلط اعرف انه هذا شيء نورمال، الشيء الطبيعي انك تغلط، الشيء المش طبيعي انك ما بتغلط. لو ما بتغلط انت يعني عندك شيء غلط، ما عم لازم تغلط عشان انت ما بتعرف. هذا الشيء الطبيعي، فهمني؟ طبيعي. كثير شباب انا غلطت انا مش عادي، هذا الطبيعي. كلنا حنضل نغلط عشان نتطور ونتحسن ويصير عندنا خبره. الله يوفقك يا محمود. اهلا شفت صيح لي ساعتين خالص صوروا يلا صوروا بس اخش هذا كان اسمه كريم اسمعي كلمه اسمها بالضبط مش عارف برضه يلا سلام مني من يلا يلا عايزك تقول للناس كلمه لما تيجي تحبط او اي حاجه ترجع للفيديو ده تاني وتسمعه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كلياتنا بدنا الحياة تمشي سهلة، وربنا بيعمل كتير تغيرات بحياتنا فوق تحت، وربنا بيقول إنه حيبلونا بشيء من الخوف والجوع وكل هالشغلات. هذا إشي طبيعي. فكل مرة الإنسان بده يغير من حاله للأفضل بده يعرف إنه ربنا بيقول له بدك تتغير لازم تغير نفسك أول. أهم شيء ما توقفوا ما تستسلموا وكيب جوينج شباب، كيب جوينج. الله يوفقك يا ابن أخي كريم، الله يرضى عليك. تعملوا عشان اي شيء ثاني غير عشان اول ما يتحول الموضوع لمادي او يتحول الموضوع انه انا بدي فولو او انا بدي بس الناس تيجي تصور معي، الناس حتحس حتفقد كل شيء بشعرها بثانيه. اشتغل انا ثلاث سنين ما حدا بيعرف شو ما تستعجل، حتيجي من قديش عمرك؟ اغلط مليون مره لسه عندك كثير وقت.